السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين يا رب العالمين. النهاردة مع بعض في المحاضرة الثانية لطلاب الفرقة الثانية انتساب مجموعة 3 و4 كلية التجارة، نقرر القانون التجاري. خلصنا مع بعض متى يكتسب الشخص الطبيعي لصفة التاجر وامتى بيكتسب الشركة صفة التاجر. يبقى نحن امام تاجر، سواء كان هذا التاجر فرد طبيعي او كان شركة. بمجرد اكتساب الشخص لهذه الصفة يقع عليه التحمل بالعديد من الالتزامات. بمجرد اكتساب الشخص لصفة التاجر بيخضع للعديد من الالتزامات. هذه الالتزامات منها ما تخص التاجر الفرد اللي هو الشخص الطبيعي، ومنها ما تخص كل من التاجر الفرد الطبيعي والتاجر الشركة. يبقى عندي التزامات تخص التاجر الفرد والتزامات تشترك فيها التاجر الطبيعي مع الشركة. فيما يتعلق بالالتزامات التي تخص التاجر الطبيعي هو التزام واحد اسمه شهر النظام المالي للزواج. شهر النظام المالي للزواج، لو عندي زوج وزوجة تجار متزوجين على نظام اختلاط الأموال لازما نشهر نظام ده، أو متجوزين على نظام استقلال الذمة المالية للزوج عن الزوجة، في هذه الحالة برضك لابد من شهر هذا النظام. نظام الاستقلال أو نظام الاختلاط لابد من شهره. طيب نيجي للالتزامات التي تقع على عاتق كل من الفرد التاجر والشركة. إمساك الدفاتر التجارية، القيد في السجل التجاري، الامتناع عن أعمال المنافسة غير المشروع. يبقى أنا عندي التزام بينفرد به التاجر الطبيعي وهو شهر النظام المالي للزواج، وعندي التزامات بيشترك فيها كل من التاجر الطبيعي والتاجر الفرد اللي هو التاجر الفرد والتاجر الشركة. هذه التزامات تتمثل في إمساك الدفاتر التجارية، القيد في السجل التجاري، الامتناع عن أعمال المنافسة غير المشروع. هي دي الالتزامات التي تقع على عاتق التجار. احنا مقرر علينا ايه؟ ما هو المقرر علينا؟ احنا مقرر علينا التزام واحد فقط من هذه الالتزامات الاربعة. احنا مقرر علينا التزام واحد من هذه الالتزامات الاربعة، وهو الالتزام بامساك الدفاتر التجارية، وهو الالتزام بامساك الدفاتر التجارية. طيب يبقى اذا موضوعنا الرئيسي في هذه المحاضرة هو الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية. عايزين نعرف ايه في هذا العنصر؟ عايزين نعرف أهمية إمساك الدفاتر التجارية. عايزين نعرف أهمية إمساك الدفاتر التجارية. عايزين نعرف ايه تاني؟ عايزين نعرف نطاق هذا الالتزام، سواء كان من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع. عايزين نعرف ايه تالت؟ عايزين نعرف قواعد انتظام الدفاتر التجارية. انت اقدر اقول ان دفاتر التاجر دي دفاتر منتظمة. عايز اعرف اخيرا جزاء الاخلال بامساك دفاتر تجارية او الاخلال بقواعد انتظامها. يبقى انا عندي اربع عناصر في هذه المحاضرة فيما يتعلق بالالتزام بامساك الدفاتر التجارية. واحد، عايز اعرف اهمية امساك الدفاتر التجارية. اتنين، عايز اعرف نطاق امساك الدفاتر التجارية من حيث الاشخاص ومن حيث الموضوع. عايز اعرف قواعد انتظام الدفاتر التجارية. اخر عنصر والرابع، عايز اعرف جزاء مخالفة امساك الدفاتر التجارية او مخالفة قواعد انتظام هذه الدفاتر. اول عنصر فرع من هذه المحاضرة هو اهمية امساك الدفاتر التجارية. واضح ان للدفاتر التجارية اهمية بالنسبة للتاجر، واهمية بالنسبة للمتعاملين مع التاجر، واخيرا اهمية بالنسبة للدولة.
نيجي لأهمية إمساك الدفاتر التجارية بالنسبة للتاجر. تتمثل هذه الأهمية فيما يأتي. واحد، الدفاتر التجارية تعتبر بالنسبة للتاجر كالمرآة. يبقى الدفاتر التجارية بالنسبة للتاجر كالمرآة، تعكس حقيقة مركزه المالي، تعكس له حقيقة مركزه المالي، وما إذا كان في موقف قوة أو في موقف ضعف، وما إذا كان في مركز قوة أو في مركز ضعف. اتنين، يستطيع التاجر صاحب الدفاتر التجارية أن يتمسك بها في الإثبات لمصلحته. يستطيع التاجر صاحب الدفاتر التجارية أن يتمسك بها في الإثبات لمصلحته. خلاص كده؟ طيب، أما عن أهمية إمساك الدفاتر التجارية بالنسبة للمتعاملين، أول حاجة الوقوف على حقيقة المركز المالي لهذا التاجر. اتنين، مساعدة المتعاملين على اتخاذ القرار المناسب. مساعدة المتعاملين مع التاجر على اتخاذ القرار المناسب، إما الدخول معه في عملية تجارية أو الامتناع عن هذه العملية بحسب قوة وضعف المركز المالي لهذا التاجر. ثلاثة، للمتعاملين مع التاجر أن يستعملوا دفاتر التاجر في الإثبات لمصلحتهم ضد مصلحة التاجر صاحب الدفاتر. يبقى ثلاثة، للمتعاملين مع التاجر التمسك بدفاتر التاجر للإثبات لحقهم أو لمصلحتهم ضد مصلحة التاجر صاحب الدفاتر. آخر حاجة، أهمية الدفاتر التجارية بالنسبة للدولة. أولا، بالدفاتر التجارية تستطيع الدولة الوقوف على متانة قوتها الاقتصادية. تستطيع الدولة بالدفاتر التجارية الوقوف على متانة مركزها الاقتصادي في سواء كان المحلي أو الدولي. اثنين، بالدفاتر التجارية تستطيع الدولة فرض الضريبة المستحقة. استخدام الدفاتر التجارية في تحديد الوعاء الضريبي المستحق على التاجر صاحب الدفاتر التجارية. يبقى بالدفاتر التجارية تستطيع الدولة تحديد الوعاء الضريبي للتاجر صاحب الدفاتر التجارية. هذا العنصر الفرعي الأول، وهو إمساك الدفاتر التجارية. نيجي لنطاق الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع. نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية سواء كان من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع. أولا، من حيث الأشخاص، يا ترى كل التجار يلتزمون بهذا الالتزام أم ماذا؟ لا طبعا، ليس كل التجار ملتزمون بإمساك دفاتر تجارية. التاجر الذي يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة مبلغ 20,000 جنيه، التاجر الذي يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة مبلغ 20,000 جنيه، هذا هو فقط التاجر الملتزم بإمساك دفاتر تجارية. اللي رأس المال بتاعه 20,000 فأقل، هذا غير ملتزم بإمساك دفاتر تجارية. ده بالنسبة لنطاق الالتزام من حيث الأشخاص. نيجي لنطاق الالتزام من حيث الموضوع، يعني عدد الدفاتر التجارية التي يلتزم بها التاجر الملتزم بهذا الالتزام إيه هي؟ أولا هسألك سؤال، صاحب محل البقالة تاجر، على فرض ان رأس المال المستثمر متجاوز مبلغ كام؟ 20,000 جنيه. يبقى صاحب المحل ده تاجر ملتزم بإمساك دفاتر تجارية. بنك مصر ده تاجر وبالتالي بيلتزم بإمساك دفاتر تجارية. هل عدد الدفاتر التجارية التي يلتزم بإمساكها البنك مصر بيساوي عدد الدفاتر التجارية التي يلتزم بإمساكها صاحب محل البقالة؟ برافو عليك. يبقى إذن
عدد الدفاتر التجارية تختلف بحسب أهمية وحجم نشاط التاجر. يبقى عدد الدفاتر التجارية الأصل فيها أنها تتحدد بحسب أهمية وحجم وتوسع نشاط التاجر. خلاص كده يا شباب، ده الأصل. لكن مع هذا الأصل، القانون وضع حد أدنى لعدد الدفاتر. ده بعض الفقه بيسميها الدفاتر الإلزامية. يبقى إذن هناك حد أدنى لعدد الدفاتر يجب على التاجر الملتزم بإمساك الدفاتر التجارية، أيا كان حجم نشاطه وأيا كان أهمية نشاطه. هذا التاجر يلتزم بإمساك هذه الدفاتر الإلزامية. وهذه الدفاتر هما دفترين، دفتر اليومية ودفتر الجرد. يبقى إذن الحد الإلزامي أو الحد الأدنى لعدد الدفاتر التي يلتزم بإمساكها صاحب محل البقالة ويلتزم بإمساكها فرع بنك مصر هما دفتري اليومية ودفتر الجرد. إلى جانب هذه الدفاتر الإلزامية توجد دفاتر تجارية أخرى تختلف باختلاف حجم وأهمية نشاط التاجر، وأيضا مراسلات وبرقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بشؤون تجارة التاجر. يبقى إذن الحد الأدنى والحد الإلزامي هو دفتر اليومية ودفتر الجرد. طيب يعني إيه دفتر يومية ويعني إيه دفتر جرد؟ دفتر اليومية هو ذلك الدفتر الذي يقيد فيه التاجر عملياته التجارية أو عملياته المالية يوما بيوم. دفتر اليومية هو ذلك الدفتر الذي يقيد فيه التاجر عملياته المالية أو التجارية يوما بيوم. أيضا هو الدفتر الذي يدون فيه التاجر مسحوباته الشخصية. أيضا هو الدفتر الذي يدون فيه التاجر مسحوباته الشخصية. بالنسبة للمسحوبات الشخصية يجوز تدوينها يوما بيوم كما يجوز تدوينها شهرا فشهر. ده بالنسبة لدفتر اليومي. لكن بالنسبة لدفتر الجرد، دفتر الجرد هو ذلك الدفتر الذي يدون فيه التاجر البضاعة الموجودة في مخازنه في نهاية كل سنة مالية. دفتر الجرد هو ذلك الدفتر الذي يدون فيه التاجر بضائعه الموجودة في المخازن الخاصة به في نهاية كل سنة مالية. بالنسبة للدفاتر التجارية الأخرى، عندي ممكن يكون دفاتر يومية مساعدة، عندي حاجة اسمها دفتر الأستاذ، حاجة اسمها دفتر الأوراق المالية، دفتر أوراق القبض، دفتر الأوراق التجارية، إلى غير دفتر الصندوق اللي هو دفتر النقدية اللي هو بنقيد فيه المسحوبات من 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 الصندوق أو الفلوس أو النقدية اللي داخلة إلى الصندوق. خلاص كده يا شباب، دي بالنسبة للدفاتر التجارية الأخرى. طبعا حساب الأرباح والخسائر، إلى العمدة بتاعت هذه طبعا الميزانية خاصة بهذا التاجر. أيضا هناك مراسلات وبرقيات وخطابات متعلقة بشؤون التاجر، هذه أيضا تعد من ضمن الأوراق أو الوثائق التي يلتزم التاجر بإمساكها. يبقى إذن عرفنا مع بعض نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية سواء كان من حيث الأشخاص أو من حيث الموضوع. نيجي العنصر الفرع الثالث وهو قواعد انتظام الدفاتر التجارية. قواعد انتظام الدفاتر التجارية، هناك قواعد عامة لكل الدفاتر التجارية سواء كانت الدفاتر الإلزامية أو الدفاتر غير الإلزامية أو المراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بتجارة هذا التاجر. هناك قواعد عامة لكل الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر، وهناك قواعد خاصة بدفتري اليومية والجرد. هناك قواعد عامة وهناك قواعد خاصة. بالنسبة للقواعد العامة، يجب أن ألا يرد في الدفتر أيا كان قشط شطب يعني أو تحشير أو كتابة في الهوامش. وفي حالة كتابة قيد بالخطأ يظل هذا القيد على حاله وكتابة القيد الصحيح بجانبه. وكتابة القيد الصحيح بجانبه يعني ما ينفعش نشطب القيد اللي انا عملته بالخطأ، لا نسيبه زي ما هو
ويتم كتابة القيد الصحيح بجانب هذا القيد الذي تم كتابته بالخطأ. ده قواعد العامة. نيجي للقواعد الخاصة بدفتري اليومية والجرد. بالنسبة لدفتري اليومية والجرد يجب ترقيمهم بمعرفة الموظف المختص بالسجل التجاري. اتنين، يجب وضع خاتم السجل التجاري على هذه الدفاتر. دفتري اليومية والجرد. ثلاثة، يجب توقيع الموظف المختص على دفتري اليومية والجرد. أربعة، في حالة الانتهاء من الدفتر يجب التأشير على هذين الدفترين بالانتهاء من قبل الموظف المختص. خمسة، في حالة تصفية المحل أو غلقه يجب أن يتم التأشير على دفتري اليومية والجرد بالتصفية أو بإغلاق المحل. خلاص كده، يبقى دي قواعد خاصة بدفتري اليومية والجرد: الترقيم والتوقيع من الموظف المختص وخاتم السجل التجاري والتأشير بانتهاء الدفتر أو التأشير بتصفية تجارة الشخص التاجر أو بغلق محله التجاري. طيب، عندنا دلوقتي دفاتر إلزامية ودفاتر أخرى اختيارية. مدة الاحتفاظ بهذه الدفاتر ومدة الاحتفاظ بالمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالتجارة كام؟ 5 سنين. يبقى يجب على التاجر أن يظل محتفظا بدفاتره التجارية المنتهية لمدة كام سنة؟ 5 سنوات. يبقى يظل التاجر محتفظ بهذه الدفاتر التجارية لمدة 5 سنوات، وبانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ الانتهاء، من تاريخ التأشير بانتهاء أو من تاريخ التأشير بغلق غلق المحل أو بتصفية المحل، بانتهاء مدة 5 سنوات في هذه الحالة، هذه تعد قرينة على أن هذا التاجر قد أعدم هذه الدفاتر التجارية. يبقى انقضاء مدة 5 سنوات الاحتفاظ بالدفاتر التجارية قرينة على أن هذا التاجر قام بإعدام هذه الدفاتر، لكنها قرينة بسيطة. بالرغم من مرور مدة 5 سنوات يجوز إثبات أن هذا التاجر يظل محتفظا بهذه الدفاتر ولم يعدمها. يبقى إذن هذه المدة 5 سنوات دي قرينة على أنه أعدمها، ولكنها قرينة تجوز إثبات عكسها. عرفنا مع بعض حالا قواعد الانتظام العامة للدفاتر التجارية والقواعد الخاصة بدفتري اليومية والجرد، وعرفنا مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمراسلات وغيرها من الوثائق المتعلقة بالتجارة. نيجي لآخر عنصر من عناصر المحاضرة، وهو جزاء الإخلال بإمساك الدفاتر التجارية وقواعد انتظامها. واضح قدام حضراتكم على الشاشة أن هذا الجزاء قد يكون جزاء جنائي وقد يكون جزاء مدني. هذا الجزاء الموقع على التاجر المخالف بإمساك الدفاتر التجارية أو لعدم انتظام دفاتر التجارية قد يتعرض لجزاء جنائي وقد يتعرض إلى جزاء مدني. الجزاء الجنائي المنصوص عليه في قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 هو الغرامة التي لا يجوز أن تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. الغرامة التي لا يجوز أن تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه. ده الكلام ده في حالة عدم وجود عقوبة أشد في قوانين أخرى. وبالفعل توجد عقوبة أشد في قانون القيمة المضافة الصادر عام 2017. توجد عقوبة أشد للتاجر المخالف لإمساك الدفاتر أو كانت دفاتره غير منتظمة. هذه العقوبة الأشد هي الحبس
مدة لا تزيد عن 3 سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه، هي الغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يبقى إذن الجزاء الجنائي ممكن يكون غرامة بس، وممكن يكون حبس وغرامة، أو الحبس بس أو الغرامة فقط لا غير. نيجي للجزاءات المدنية. لو احنا فاكرين مع بعض أهمية الدفاتر التجارية، لو احنا فاكرين مع بعض أهمية الدفاتر التجارية، هنقر انتوا اللي هتقرروا هذه الجزاءات، انتوا اللي هتقرروا هذه الجزاءات. يبقى إذا الجزاءات المدنية عديدة، منها أول عقوبة، أول جزاء مدني، أن الدفاتر التاجر غير المنتظمة لا تكون لها حجية في الإثبات أمام المحاكم. أول جزاء مدني أن الدفاتر غير المنتظمة لا تكون لها حجية في الإثبات أمام الدفاتر أمام المحاكم. اتنين، في حالة عدم إمساك التاجر لدفاتر أو كانت دفاتره غير منتظمة، فإنه يخضع للتقدير الجزافي للضريبة. فإنه يخضع للتقدير الجزافي للضريبة. يعني إيه تقدير جزافي؟ يعني إلزامه بسداد مبلغ معين دون النظر إلى ما إذا حقق أرباح أو خسائر. ما هو مش ماسك دفاتر تجارية، أو الدفاتر التجارية بتاعته غير منتظمة، وبالتالي أنا مش هعتمد صافي الربح اللي موجود عنده فين؟ في الدفاتر بتاعته، لأن الدفاتر بتاعته إيه؟ غير منتظمة، وبالتالي أنا بنحيها جانبا، وتقوم مصلحة الضرائب بإلزامه بسداد قدر معين من الضريبة دون الاعتداد بصافي الربح الموجود عنده في دفاتره، وبالتالي ممكن يتعرض لظلم كبير في أغلب الأحيان. نيجي للجزاء الثالث، وهو حرمانه من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس. التاجر لما بيشهر إفلاسه، أولا في ميزة تانية بتمكنه من التصالح مع الدائنين. يعني بدل ما يبقى مفلس، بنروح عاملين صلح مع الدائنين، ويعني زي نقدر نقول جدولة الديون ما بين الدائنين والمدين التاجر. في هذه الحالة إذا كانت دفاتر التاجر منتظمة، في هذه الحالة يستطيع أن يستفيد من ميزة صلح الواقي من الإفلاس. لكن لو كان التاجر غير ممسك لدفاتر تجارية، أو كان ممسك لدفاتر تجارية ولكنها كانت غير منتظمة، في هذه الحالة يحرم من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس، ولا شك أنها عقوبة قاسية، لأنها يعني كود إن التاجر أصبح مفلس، فهي تعتبر يعني وصمة عار على هذا التاجر، لأنه بتشكك في ذمته المالية ويخرج من البيئة التجارية وكأنه شخص منبوذ. في هذه الحالة إذا كانت دفاتيره غير منتظمة بيحرم من هذه الميزة، وهي حرمانه من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس. دي بعض الجزاءات المدنية التي تترتب على التاجر المخالف، إما أنه لا يمسك دفاتر تجارية، أو أنه ممسك لدفاتر تجارية ولكنها كانت دفاتر غير منتظمة. بكده نكون خلصنا محاضرتنا، وشكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.